السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للأسف ماتت أنثى كناري هذه كما ترون، وهذا ليس بشيء جميل حتى أقوم بنشر فيديو عنه، ولكن سنقوم بتقديم بعض النصائح لكي تتجنب حدوث هذه المشكلة وتتجنب أمور أخرى سنعرفها الآن، ولكن في النهاية قدر الله ما شاء وفعل. فهناك أمور يجب أن تعرفها بعد أن يموت طائرك. هذه الأنثى الكناري طبعا يجب أولا عليك معرفة سبب الموت لكي تتجنب موت الطيور الأخرى التي كانت تعيش معها أو قريب معها. أولا يجب عليك معرفة المرض. ما هو المرض؟ المرض أنا أتوقع أنه التهاب كبد، فمرض التهاب الكبد مرض خبيث جدا. مرض التهاب الكبد هو مرض خبيث جدا، و لا تظهر أعراضه إلا في الحالات الأخيرة وعندما يكون الطائر بحالة إصابة شديدة ثم يموت. هذا هو التوقع بالنسبة لي. وأيضا ربما ماتت موتة مفاجئة كتغيير في الطقس أو المناخ أو ما شابه، لا أعلم، ولكن في النهاية قدر الله ما شاء وفعل. ربما لدي خطأ أيضا، يجب فحص الطيور بشكل كل أسبوعين أو كل شهر، يجب فحص الطيور بشكل عام من الأمراض، وربما هذا شيء تقصير من المربي، ولكن المهم يجب معرفة سبب المرض وإعطاء المضاد الحيوي للطيور المجاورة له مهما كان نوع المرض. هذا أول شيء. أما الشيء الثاني فيجب دفن الطائر. لماذا يجب أن ندفن الطائر؟ لأنه عندما تقوم برميها أو تقوم بتخلص منها بطريقة أخرى ربما سيأتي قط أو كلب سيأكلها، وبذلك ستكون قد دريت هذا الحيوان أيضا وسيموت هذا الحيوان أيضا بسبب المرض هذا الطائر، لأن الأمراض البيطرية تنقل إلى كافة الحيوانات، وعندما تقوم برميها أيضا ربما ستعدي حيوان آخر وستكون سببا في موت طيور أخرى أو حيوانات أخرى. لذلك يجب دفن الطائر لتجنب هذه المشكلة، وبالنهاية قدر الله ما شاء وفعل والله هو المعوض. وسأترككم مع طريقة الدفن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعاً يجب تغليفها بكيس.